اليوم ان شاء الله غنصاوبو العدس بلا صوص. عندنا كاب ونص ديال العدس، عندنا بصله كبيره مشلضه رقيقه، عندنا 4 ديال المطيشات منقيين ومطحونين، عندنا 5 ديال الدراس حتى هما مهروسين، وعندنا معلقه ونص ديال قزبر ومعدنوس، وعندنا الملحه والبزار حسب الذوق، وعندنا الزيت العود حتى هو غنديروا شي 4 ديال المعالقات. دابا غادي نصبوه. عندي 4 ديال المعالق ديال زيت العود، 3 4. دابا غندير البصله ديالي المقليه، ندير الملحه والبزار، طيحي ليا البصله، نتسنى عليها تتقلى شويه وهلي غنزيد المقادير الاخرى. هاني كبيت مطيشه والثومه، وغادا نزيد عليهم الربيع، ونخليها تقلى شويه وهلي نبللها. دابا هي تقلات ليا مطيشه والبصله، دابا غنبلل وغادا ندير العدس. في البداية 2 كاب، وغادا نزيد العدس ديالي، صافي، ونغطي عليه ونخليه يطيب. في المجموع 5 ديال ليكر. دابا غنقاد الملح ديالو، شو ندوق ونشوف واش هو هذاك. صافي ها هو واجد، صافي هو هذاك. دابا ها العدس ديالنا وجد، وبالصحة والراحة.